وحدة متكاملة يصدق بعضهم بعضا، بخلاف ما إذا نظرت في التوراة أو الإنجيل الكتب الأخرى المحرفة تجد أنه يكذب بعضها بعضا ولا يصدق بعضها بعضا، تجد التناقضات. مثلا إذا قارنت بين يوحنا في مصر إنجيل يوحنا ويوحنا الذي في الشام ويوحنا الذي في بريطانيا نسخة الملك جيمس أو يوحنا الذي في أمريكا وما شابه ذلك تجد التناقضات، هذا يقول فعل وهذا يقول لم يفعل، هذا يقول الحادثة بصورة مختلفة وهذا لا ينقل الحادثة أصلا إلى آخره. فما بالك إذا قارنت بين يوحنا ومتى يوحنا ولوقا يوحنا ومرقس لوجدت الأخطاء تتراقص بين عينيك، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما القرآن فإنه من عند الله وبالتالي ليس فيه أي اختلاف. آخر مرتبة من هذه المراتب الخمس أو الخمسة أو هذه المهارات الخمسة هي مرتبة العمل. إذا أنت حفظت وعلمت وفهمت وتدبرت، بقي أن تعمل. ولهذا قلت قبل ذلك، قبل أن تقرأ القرآن ينبغي أن تخلص لله سبحانه وتعالى، أثناء التلاوة ينبغي أن تتدبر القرآن، بعد التلاوة ينبغي أن تعمل بالقرآن، والعمل هو نهاية المطاف. ومع ذلك قال العلماء كل الناس هلكا أي هالكون،